بدنا نحكي عنهم بالتفصيل. يلا مع برج الحمل أول شيء. نعم يلا نشوف حظك يا برج الحمل. برج الحمل هي سنتك، سنة المال والتألق. برج الحمل عصبي ناري شكاك، يضل يفكر بس أطيب من قلبه ماكو بشكل مو طبيعي. هذه السنة رح ياخذ قرار حاسم بحياته، خلينا نشوف شنو قراره. حاطط براسه يتزوج برج الحمل، حاطط براسه يتزوج. هسه المتزوج يقول لي رح اتزوج، المتزوجين ينطبون ويقعدون 100%. ده نتكلم عن اللي ما متزوجين، حاطين براسهم استقرار وزواج وعمل جديد وشهرة. يعني سنة 24 برج الحمل مفتاح الحياة لح تكون قدامه بإذن الله. برج الحمل ناوي على طريق سفر، يريد ينطلق، يريد يسافر، يريد يمشي، مجهز الجنطة ولح ينطلق إن شاء الله. ما يخلى الأمر من كلاب تعوي وراهم، كلاب خليهم يعوون. شخص العباني كذاب بحياة مولود برج الحمل ينتبه منه، يمكن هو يجيب الكلمة الحلوة، يمكن يسايرة، يمكن، بس هو شخص العباني خليه ينتبه منه. تحياتنا لمولود برج الحمل، بس هي هذه السنة سنة الحمل إن شاء الله، وينتبه لي على صحته، لازم يداري صحته. مولود الحمل يعني دائما عنده وجع بالكتاف، بالرقبة، بالراس، جيوب أنفية، خليه ينتبه على صحته. عزيزي مولود برج الثور، برج الثور هذه السنة تقول لك أنت مستعد أو تريد تنطلق، تريد تسافر، تريد تغير بيتك، تريد تغير عملك، لا أعلم، دا أشوف هاي الأمور كلها لح تتحقق. برج الثور صار زعل بينك وبين الشريك، تركتوا بعض، صار انفصال لا أعلم، بس أنا دا أشوف كل واحد بمكان، بس بمنتصف السنة لح يصير رجوع والله أعلم. لنفس الشريك؟ لنفس الشريك، وإذا كان مسافر لح يرجع ويصير التقاء بيناتهم. برج الثور أنت حملت، حامل الحطب يعني طول هالسنين وانت حامل هم كبير، بس ام عبد الله تقول لك بعشرة واحد من ندخل بشهر واحد، عشرة واحد برج الثور لح تفتح له باب ورا باب ان شاء الله، ويطلع من ازمات اللي تعب بيها، الازمة الصحية، المالية، اللي عاف الاهل، تعب برج الثور، حتى الشريك ما ينطي اهتمام بس لح يلقى حل. برج الثور ده يمشي ويتكلم ويا نفسه، يوقف على المراية ويتكلم ويا نفسه، بس ربنا سبحانه وتعالى لح يمد له يد المساعدة. شنو زرعت لح تحصد أيها الثور، وإن شاء الله تحصد خير. أيضا عندك نقلة بيت أو شراء عقار أو سيارة لا أعلم، مبلوك. الله وحده اللي يعلم. إن شاء الله. جوزاء، جوزاء عزيزي مولود برج الجوزاء، برج الجوزاء أيضا متهيئ إلى سفر أو شريك لح يجي يطلب منك السماح، لأن أنت في وضع متأزمة معك مادياً صحياً عاطفياً. برج الجوزاء شلون نقول مسوين عليه مؤامرة، يريدون يسقطوا، بس أنت خليك قوي يا جوزاء، وإن شاء الله ماشي وبالصدارة، عنده أمور مع الدولة وإن شاء الله تنحل. برج الجوزاء لح يجيك مال وخير وسعادة، بس أكو ناس حواليك تتمسكن لتتمكن، يعني يقولوا لك احنا نحبك ونريدك، لياخذون الشيء منك ويذبوك يا جوزاء، فخلي عقلك براسك، يمكن اذا انت ظهره انت اذن لهاي العالم لح يخسر عالم ثانيه والله اعلم. برج الجوزاء انت قوي والقوي هو الله، انت ان شاء الله مروغ، انت كالاسد، بس بمنتصف السنه يا جوزاء لح يصير ارتباط للي ما مرتبطين، لأن فعلاً تعب الجوزاء إذا مرتبط أو ما مرتبط. علاقة دائماً متوترة، منتصف السنة لح يصير ارتباط للمتزوجين، والمتزوجين لح يصير عندهم طفل والله أعلم. حلو حلو كثير حلو. برج السرطان، السرطان بدك تهتمي فيني، خلينا نشوف السرطان. السرطان واقف وملك، ملك إن شاء الله. هاي الأيام ما اختلفنا، إلك 20 يوم 25 يوم يا سرطان، الدمعة نازلة ومعصب وتكسر ومحطم، وعامل عمايلك يا سرطان، اكتشفت ناس غدارة، ناس مو كفو، ملحك ما يغزر من الآخر، بس
إن شاء الله من شهر 3 لشهر 9 لح تتفوق يا سرطان بإذن الله. عندك وقفة، وقفة حلوة، مال وعز إن شاء الله. خبر حلو لح تسمعه في منتصف شهر 4. عندك أحد مريض أو مراجعة دكتور بس لح تطلع على بياض ب 24، لح تسمع شخص مريض أو أنت تتمرض بس إن شاء الله على بياض بإذن الله. يعني لح تراجع دكتور أنت أو عندك شخص بالبيت ونقول على بياض، يعني لا تخاف يا سرطان لأن عندك وجع معدة، وجع مفاصل، ركبك، رجليك، إيدك، برج السرطان، وراسك على طول ضغط مو طبيعي. أوكي خلينا نتوقف هون معك. بعد لك كارت السرطان. بعد في كارت. سوري تقبريني. برج السرطان يقولوا لك مغرور وشايف نفسك على طول. على كيفك علينا يا سرطان، بس الغرور يلوق لك. العصا لمن عصى، انت لح تحمل عصاتك ولح تقول العصا لمن عصى. سنة 24 لح تاخذ حق يرجع لك. أمر تريد توصل له ولح توصل له، واحتمال عندك سفر على مصر أو دولة عربية والله أعلم. شوف أنت واقف بعز، متهور بقراراتك، عجول بقراراتك يا سرطان، بس أم عبد الله تقول لك عد للعشرة قبل ما تأخذ أي قرار، لأن مو كل مرة تسلم الجرة. يعني إذا هالمرة خسرت الشريك راح بعد ما يرجع. شوفها من الأخير. مواجهة قوية لح تكون بداية السنة، بس إن شاء الله منتصف السنة تروح هاي المواجهة، لأن سنة المال لمولود السرطان وسنة الحظ إن شاء الله. مواجهة قوية عندك يا سرطان إن شاء الله. ربي يوفقك إن شاء الله على خير يا رب. إن شاء الله.